دايما ماتشات افتتاح البطولات الكبيره بنلاقي نتائجها 1-0 او 1-1، لكن اللي حصل في اول مباراه بتاريخ اليورو ما كانش كده خالص. في 1960 بملعب حديقه الامراء لعبت فرنسا ضد يوغوسلافيا اول مباراه في تاريخ اليورو. المباراه دي اتسجل فيها حفله اهداف والشباك اتهزت 9 مرات، 5 ليوغوسلافيا و4 لفرنسا صاحبه الارض والجمهور. الغريب ان كان منتخب فرنسا متقدم 4-2 لحد الدقيقه 75 والدنيا كانت ماشيه حلوه قوي، لكن من الدقيقه 75 للدقيقه 79 منتخب فرنسا وجمهوره عاشوا في كابوس ودخل مرماهم 3 اهداف في 4 دقائق. جيركوفيتش مهاجم يوغوسلافيا سجل هدفين في دقيقتين، والله زي ما بقولك كده، سجل في الدقيقه 78 و79. البطوله دي كان مشارك فيها 4 منتخبات بس، ويوغوسلافيا بعد ما كسبت فرنسا لعبت قدام الاتحاد السوفيتي في النهائي. منتخب الاتحاد السوفيتي كسب يوغوسلافيا 2-1 وحصل على اول لقب للبطوله. السؤال هنا، احنا ممكن نشوف 9 اهداف في مباراه افتتاح يورو 2024 او اي نسخه في السنين اللي جايه؟